سامعك بس شو انت بتسمعهم بالدانة فهم اللي بوجهوني على نسبة التليفونات وهذا فمش من عندي فبدك تاخذناش هذا البرنامج طبيبك يعني معروف هسه بين الناس معروف صار ينعرف انه في الساعة 6 صحيح كل اسبوع في برنامج بس خفف الصوت خفف صوتك خففه خفف شوي طيب هيك خفيف منيح منيح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، نبعث لكم بالتحيات من برنامج طبيبك من تلفزيون السلام في طول كرم. طبيبك هذا اليوم الحقيقة يعني حزين جدا بسبب وقوع حادث السير، حادث العمرة، حيث نترحم على جميع شهداء فلسطين وخاصة شهداء الباص رحمهم الله وأثابهم وجعلهم مع الصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة السابقة كان معنا الدكتور عبد اللطيف كشوع أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وكان الحوار يدور حول الحساسية، حول التهابات في الجيوب الأنفية، حول الأمراض المعدية في الحلق، حول تأثير التدخين في الأنف والأذن والحنجرة إلى آخره. أما اليوم أيها الإخوة والأخوات، يسعدنا جميعا، يسعدنا جدا أن نستضيف في طبيبك اليوم أخصائي العيون والليزر واستشاري أمراض العيون وجراحة العيون الدكتور خالد حوسو. نرحب بك دكتور خالد، أهلا وسهلا بك وسعدت مساء. شكرا دكتور خالد. نود أن نسألك، طبعا أنت طبيب قديم وأول من أوائل الأطباء في هذا البلد بالنسبة للعيون، بالنسبة للنظارة، ليش الشخص المواطن بيحتاج للنظارة؟ إذا سمحت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا سؤال شيق جدا ومهم جدا، انه نتعرف ليش الانسان بيذهب عشان يلبس نظارة طبية. النظارة الطبية هي على اساس تحسين النظر، ففي عنا مشاكل كثيرة في العيون، في عنا قصر نظر، في عنا طول نظر، في عنا انحراف اللي هو يسموه استجماتيزم اللابورية، وبالتالي المريض دائما يذهب للطبيب او عند النظارات حتى انه يصير يشوف احسن مما هو عليه. وبالتالي هذه ظاهرة طبيعية انه الانسان يدور على الاشي الجيد على اساس لنظره. فبالتالي فحص يجب على المريض انه يذهب الى طبيب العيون بغض النظر مين، بحيث انه يشوف شو مشكلته. هل انه هو ضعف النظر اللي موجود عند الطبيب عند المريض هو ناتج عن قصر نظر او طول نظر او انحراف، وحسب الفحص اللي بيتم عند الطبيب هو بيقوم بوصف نظارة طبية له حفاظا على عينيه. هذا اهم شيء بالنسبة للبس النظارة. نعم دكتور خالد، يعني انت حكيت انه النظام التقليدي والمهني انه الشخص او المريض خلينا نسميه او المواطن يروح بالاول عند طبيب العيون، وبالتالي طبيب العيون بيقدر وبيقيم الوضع وضع العين ووضع الشخص وبيقيم المرض اللي عنده وبالتالي بيوصف النظارة. يعني هلأ النظارات الموجودة في السوق دكتور خالد، يعني بغض النظر عن انه بيشتروها عادة موجودة، دكتور تلفون. نعم هذا يعني فكرك يعني معقول يعني هذا؟ خذ تلفون دكتور. انا حكيت لحظه شوي دكتور، معلش بنقاطعك عن اذنك شوي، بنكمل بعدين اجاب على السؤال. السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام. بتسال الدكتور بالنسبه لعمليات الليزك،
شو وضعيه الضرر على المدى القريب اذا في لها ضرر؟ شكرا. شكرا لك. شكرا سؤال. خلينا بالاول نجاوب بالنسبه للنظارات وبعدين نحكي عن جواب الليزك. تفضل. وحن يحكي على هذا الموضوع يعني في سياق الحديث. نعم. بس الاخ استسبق يعني سؤال. هلا بالنسبه للنظارات اللي موجوده في الاسواق هي نظارات طول نظر. طول نظر. هلا اذا كان الانسان عنده طول نظر وهذول خاصه بعد سن الأربعين بصير الواحد عنده طول نظر. فطول النظر بحاجه الى نظاره لتوضيح الأشياء من قريب وليس للبعيد. فإذا كان نظره سليم جدا بس بيعاني من طول نظر شيخوخة واشترى هاي النظارة من محل، طبعا أفضل إشي إنه يكون عنده وصفة طبية من قبل طبيب العيون وبعدين يشتري النظارة من أي مكان بده إياه. هذا هو المنطق والصحيح، لأنه إحنا يوم نشوف المريض ما بنشوف بس فحص نظره، بنشوف شو المشاكل اللي بتأدي لضعف النظر عنده، سواء كان شيخوخة أو عنده طول أو قصر أو انحراف. نعم. وبالتالي أفضل حاجة إنه المريض يصل إلى طبيب العيون، وطبيب العيون هو اللي بيكتب له الوصفة. أما الظاهرة إنه يروح على السوق يشتري نظارة أو يروح عند النظارات بدون استشارة الطبيب، أنا بالنسبة اللي بعتقد إنه خاطئ. مش شغلة حضارية انه الواحد يروح يشتري بالاول يفحص يقيم وضعه وبالتالي يقدم على الشراء. هلا بالنسبة للليزك دكتور خالد، شو بالنسبة لموضوع العمليات هاي بالنسبة للليزك؟ هاي الليزك هي عمليات قصر النظر. نعم. طبعا في التسعينات في اواخر الثمانينات بلشت هاي العملية تظهر الى حيز الوجود وهي عملية قصر النظر. نعم. يعني اللي عنده قصر نظر فقط وعنده أكثر من درجتين ثلاثة أربعة خمسة ونظر ضعيف جدا ممكن نعمل مش ممكن الليزك. يشوف إلا عن طريق النظر الطبية. نعم. بإمكاننا اليوم أنه نعمل له هاي العملية الليزك. نعم. وعملية تستغرق بحدود 5 إلى 10 دقائق مع التحضير. نعم. وبرجع نظره سليم جدا. نعم. ما هو تأثير هذه العملية بالمستقبل؟ نعم. أنا بأكد لهاي الناس كلها من خلال تجاربنا. نعم. واطلعنا على هذا الموضوع. نعم. وعلى الحالات. معلش دكتور خالد سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير دكتور. مساء الخير. تفضل. كيف حال دكتور مامون؟ حياك الله. تفضل. ممكن نسأل الدكتور خالد؟ تفضل تفضل وجه سؤال. الله يرضى عليك. أهلين يا هلا. سلامات دكتور خالد. يا هلا فيك. كيف أنت؟ أهلين أهلين. بقول بدي في 3 أسئلة إذا تمك، إذا يعني ممكن. بالنسبة للمياه الزرقاء والبيضاء في أي عمر هذه بتصير؟ النقطة الثانية بالنسبة لالتهاب الجفون، في أحيانا الواحد بيكون الصبح فيه بيكون وسخ إشي على الجفون، فبدنا السبب والعلاج. السؤال الثالث اللي هو الحول والحور، شو الفرق بينهم وممكن علاج الحول؟ يعني مثلا طفلة عمرها 7 أشهر ولدت وهي عندها حول وفي انحراف بالنظر، فممكن يعني العلاج؟ وشكرا لك دكتور. شكرا على أسئلتك قيمة جدا. تفضل. خلينا نبدأ بالسؤال الثالث قبل ما ننسى. نعم. شو الفرق ما بين الحول والحور؟ نعم. الحول هو ضعف في إحدى عضلات العينين، إما بتكون واحدة أو ثانية، وبالتالي الطفل بيصير يحول يا إما لليمين أو إما الشمال، بسموه أنسي أو وحشي، ممكن لفوق أو لتحت كمان. أو لفوق أو لتحت. نعم. هذا بسموه الحول. نعم. نتيجة ضعف في إحدى عضلات العينين. ها هلا هذا الطفل يفترض إنه يشوفه طبيب عينين يشخص ليش عنده حول، ربما يكون في عنده مشكلة جوا العين. نعم. مية أو لا سمح الله تيومر، يعني بقصد إشي كيس أو بسموه تيومر اللي هو دمل. دمل. نعم. وبالتالي ممكن يكون هو سبب في حول عنده. صحيح. هلأ العلاج بالنسبة لنا إنه إحنا نشخص المريض ونعرف ليش شو أسباب الحول، وبالتالي في منهم نوصف لهم نظارة طبية في بداية الأمر بتحل المشكلة مؤقتة. مؤقتة. وفي منهم من كله احنا رغم انه بده بحد نظره طبيه لفتره معينه، بس في النهايه احيانا بنقرر انه ممكن بحاجه لعمليه حول، والعمليه هاي مضمونه. يعني اذا كان واحد عينيه هيك ضربات او احدى العينين بالعمليه بنصلحه بيرجع تمام. نعم. هلا الحور حاجه ثانيه. الحور هو جمال العيون. نعم. ان شو بسموها في
إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا. بالتالي هذه هو جمال العيون. كيف بتتميز؟ إنه بيكون شدة بياض وسواد العيون بارد جدا. وهو الإنسان يعني حليوة وعليه صحيح. ما شاء الله سواء كانت بنت أو هاي. هذا هو الحور. هو جمال العيون. صحيح. الحول بحدها بترجع على الحول. الحول يجب أن يكون طبيب يقدر يشخص الحالة ويوصف للمريض النظرة الطبية. وأحيانا نضطر نستعمل للحول بتكون في عنده عين كسلانة، العين اللي بتحول بتكون عندها فيها مشكلة، وهي مشكلة إنه ضعف النظر. فإحنا بدنا نصلح الحول ونصلح عنده النظر بأن واحد. فبالتالي ممكن نوصف له نظرة طبية. ثانيا ممكن نوصف له غطاء للعين المليحة على أساس العين الضعيفة مع المدة تصير تنشط. إذا ما عملناش هيك بصير عنده عين كسلان وإلى الأبد. شو معنى عين كسلان؟ يعني بهاي بيشوف 6 على 6، هاي ممكن يشوف 6 على 36 جزئي. وبالتالي إذا ما تعالج من صغره هاي العين الكسلان وخاصة اللي عندهم حول، حيتم طول حياته عنده عين كسلان. يعني يا دكتور خالد، يعني معلش اللي بفهمه، يعني لازم نفرق بين الحول الطبيعي عند الأطفال وبين الحول المريض كمرض. يعني في أطفال كثير عادة في سن مبكرة بيكون عندهم حول، لكن هذا الحول مع السن مع التقدم مع التمارين بتهيألي بزول بدون أي إشكال آخر. لكن الحول النوع الثاني اللي بحاجة لتعديل وبحاجة لجراحة وبحاجة لضعف عضلات، بتهيألي أنه هذا هو اللي بحاجة له المريض. هلأ دكتور خالد، يعني أنت هون بالنسبة للأطفال، يعني كيف أنت بتوجه نصائح وإرشادات للأمهات؟ يعني كيف إنها بدها تعرف ابنها إنه الرؤية عنده كويسة، إنه ما فيش عنده حول، إنه ما فيش عنده أي مشاكل في العين؟ تفضل. شو سؤال مهم جدا وجيد هسا لكل الأمهات والآباء. عشان إنك تعرف الحول إنه ابنك بيحول، وهذا ظاهرة أنت بتشوفها عند الطفل، عند ابنك، عند بنتك كذا. فبالتالي أي خلل تلاحظ عليه الأم أو الأب يفترض أنه يزور طبيب العيون وليس غير طبيب العيون. في ناس تقلد طبيب العيون وهم مش أطباء، وهذا طبعا الناس كثير بيذهبوا إلى هاي النوعية من الناس. طبعا في النهاية طبعا هم الخسرانين. أنا بقول لك الحول هو ضعف في إحدى عضلات العينين، سواء الصغير، هو أصلا ببلش في الصغير خاصة بعد حرارة عالية جدا، ما بتشوف إلا الطفل بلاش يحول، يا إما عين واحدة يا إما عينتين. هلا الحل هو إنك تعرض الطفل لطبيب العيون حتى يشوف ليش بحول، ويقيم وضعه. قد يكون مش بس ضعف في إحدى عضلات، بجوز يكون إشي داخل العين زي ما حكينا دمل كيس نزيف أو أي إشي. وبالتالي حسب الحالة الموجودة. هلا وجدنا إنه هناك حول، الحول يقيم عن طبيب العينين. وبالتالي بنشوف نظره، بنشوف إذا بحاجة لنظارة بنوصف له نظارة طبية لفترة معينة، وبتم المريض بارك الله فيك يراجع. شكرا دكتور. في تليفون. السلام عليكم، تفضل سؤالك. السلام ورحمة الله. ألو. ألو نعم، تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدنا نسأل الدكتور. يا دكتور معلش. تفضل تفضل. ولا بضلوا زي ما انضرب، وشو العلاج اللي له؟ نعم تفضل دكتور خالد. العصب البصري، العصب البصري هو زي إماية الكهرباء. إذا انضربت إماية الكهرباء فمعناته فيش توصيل كهرباء لكل المناطق ولا لا؟ نعم أكيد. نعم نعم. وهذا هو عصب العين. عصب العين هو متصل في الدماغ، فإذا انضرب ففيش في اتصال، بده ينفقد الاتصال ما بين العين والدماغ. شو الأسباب دكتور اللي بتخيله؟ هسه هناك أسباب كثيرة. نعم. طبعا بجوز ضغط في العين اللي هي المي السوداء، وهو أهم سبب في ضرب العصب. التهابات داخل العين، سكري، ضغط، أمور كثيرة. أهم حاجة إنه ينفحص المريض. فإذا وجدنا إنه عنده أوبتيك أطروف اللي هو يعني ضمور في العصب البصري، بأدي هذا إلى هبوط شديد في النظر. فإذا كان الضمور كامل بشوفش المريض.
نعم اذا كان ضمور جزئي خاصه للي عندهم مي سودا ضغط في العين نعم وبياخذوا علاج بتلاقي عندهم ضمور مش كامل. هلا اذا كان واحد عنده ضمور كامل حسب سؤال الاخ انه هل ممكن يرجع النظر، انا طبعا اسف جدا ان اقول لك لا لانه وانس انه يعني مره انه صار ضمور في العصب معنى ذلك انه تلف العصب. معروف عندنا الاعصاب الدماغ هذا واحد من اعصاب الدماغ 12 فاذا انضرب لا رجع فيه. نعم بارك الله فيك. في تليفون معلش دكتور خالد. السلام عليكم. الله يعافيك دكتور. تفضل سؤالك. اذا سمعت بنفس الدكتور خالد بالنسبه لعمليه الليزر ما حكيت عن الاضرار. نعم طيب بالنسبه لعمليه الليزر لحد الان ما فيش اي نوع من الاضرار لها، بالعكس المريض اللي عنده مثلا درجتين ثلاثه اربعه خمسه قصر نظر بنعمل له اياها ثاني يوم برجع اشوف 100%. اذا ما فيش هناك عنده مشاكل داخليه في الشبكيه مضاعفات يعني مضاعفات وهاي العمليه ميسره وما فيش شو بتكلف دكتور خالد فيش فيها مشاكل. اول كانت تكلف كثير، اليوم العينتين بيعملوهم 650 دينار. وين بيعملوهم هون؟ في عندنا في نابلس في رام الله يعني هذا بيستغني الواحد عن النظارات بيستغني اذا كان في عنده قصر نظر. نعم 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 وحسب قصر النظر. نعم ففي عندنا ناس عندهم قصر نظر 15 درجه 12 درجه هذول في عندهم بالإضافة لقصر النظر تغيرات في شبكية العين صحيح. فمهما عملت له عملية هو برجع يشوف أحسن وأفضل مما ما تعملوش. نعم يعني بدل ما يلبس نظارة سمكة 12 درجة أو 10 درجات أو نظارة سميكة برجع إيش بدون نظارة. نظارة نعم نعم إلا الحالات الاستثنائية. دكتور خالد يعني إذا سمحت هناك إحنا بنسمع المي السوداء المي الزرقاء المي البيضاء، يعني شو بتقدر يعني تفرق بيناتهم؟ يعني المواطن بيسمع دائما هذه الاسماء، تفضل دكتور. بالنسبة للمي البيضاء اللي بسموها الساد. نعم. هي هاي مية هي عدسة العين، نتيجة الكبر تتيبس وبتصير زي كيف تحط البيضة وتغليها في المية، مش بتصير بيضة مسلوكة. صحيح. هذه العدسة اللي احنا بنقول عنها جوا العين هي اللي احنا بنشوف من خلالها. مع الزمن ها يعني هاي بتظهر بعد الخمسينات وفوق الا اذا في واحد مريض سكري ضغط مشاكل تانية ممكن هاي تيجي قبل. نعم هاي بسموها المي الساد اللي هي المي البيضة عبارة عن تعتم في عدسة عتامة العين. العدسة عتامة. هي عتامة العدسة عم. هلا شو علاجها بس تصل الى مرحلة انه بطل تقريبا تساعده في النظر منشيلها ومنزرع عدسة بدالها بصير المريض يشوف 100% ما لم يكن هناك بيعاني من مشاكل داخلية كالسكر والضغط وإلى شبه ذلك. نعم. لكن معظمهم الحمد لله بعد ما نعمل هاي العملية برجع المريض يرقص. الحمد لله. ليش؟ لأنه رجع له نظره. برقص منيح معناته. وشو بيرقص على الهواء. فالحمد لله يعني. الحمد لله. هلا المي الزرقاء. المي الزرقاء سموها في ناس بسموها المي السوداء. الزرقاء اسم من اللي درسوا في القاهرة بسموها الزرقاء. اللي درسوا في العراق في الأردن في كذا بسموها. إذن هي نوعين. بيضة ومش بيضة. السوداء اللي هي الزرقاء هاي بسموها. نعم. عبارة عن ضغط جوا العين. نعم نعم. هذا الضغط خطر جدا. جلوكوما. هو أسباب أول سبب في عمل الإنسان في العالم. نعم. فإذا كان في واحد عنده ضغط في عينه وما بأخدش العلاج بشكل يومي. ومراقب من قبل طبيب العيون ممكن يؤدي له الى نتائج مش محموده. نعم هذه اللي ما يسوه بسموها جلاكوما بالانجليزي. نعم نعم فهاي يفترض انه الواحد يدير باله عليها كل شهر يعمل فحص عند الطبيب حتى خلال الشهر اذا اي عارض صار عنده يفترض انه يزور الطبيب. انا بتذكر حالي انه في واحد نام في حجي نامت في المستشفى وعطيت مضادات ضد الانتاك والوجع الراس ها واجا ابنها اليوم الثاني وهي تقول له يا اما راسي بطلت اشوف. ثاني يوم الصبح سحب حاله واجا عندي ووجدنا قلت له يسلم راسك امك بطلت تشوف. لا حول ولا قوه. قال ليش؟ قلت له هذا اللي كان معها مش في المعده اعراض المعده اللي هي انتاك وجع الراس كان عندها مي سوداء. نعم وهي المي السوداء اذا بتغفل عنها
ساعات معينة ممكن نعمل. نعم. ولذلك أهم حاجة للمي السوداء إنه تأخذ العلاج ويفحص كل شهر على أساس تأكد إنه ضغط العين جيد جدا. وإذا ما فيش طبعا ضغط العين هو محصور ما بين 14 لحد 20 نعتبره طبيعي. فوق ال 20 بنحط علامة استفهام. يعني لو وصل 22 معناته علامة استفهام إنه في عنده قابلية إنه يصير معاه ضغط في العين. طبعا ضغط العين بيختلف عن ضغط الجسم. الضغط العادي الجسم يختلف. لكن في علاقة بيناتهم يعني العين. إلى حد ما بس إنه بيختلف. ضغط العين حاجة اللي بسموه المي السوداء والزرقاء. نعم. والضغط الجسم حاجة تانية. دكتور خالد معلش نسألك يعني هلا بتعرف أنت الأطفال بيصير لهم حوادث عادة باللعب أو الكبار بيصير لهم حوادث في الشغل في العمل في المهنة إلى آخره. يعني واحد صار في عنده دخل إشي في عينه أي شهر جسم غريب. يعني أنت شو بتنصح شو بتوجه إرشاداتك وتوجيهاتك لأي شخص ممكن يصاب بجسم غريب في عينه؟ تفضل. سؤال جيد. هاي الظاهرة موجودة يوميا ومنعاني منها. في ناس حدادة في ناس بناية في نعم. أطفال. أي جرح في العين خطر. يفترض انه الطفل امه او ابوه يحمله لطبيب العيون. ممكن تكون امرار ذرة تراب من الغبرة فاتت وعملت له مشكلة. ممكن انه حدا طب يعني اسعافات اولية دكتور بدك تحط له مي مثلا تقدر تغطيها ممكن. يعني شو يعني بقدرش لازم واحد يتصرف في البيت يعني انا في البيت بقول لك انه اذا كان غبرة مش جرحة غبرة نتيجة الطقس ولا إشي دخل في العين جيد إنها تغسل له مية ها ولكن مفترض إنها تصل طبيب العينين أكيد أكيد لأنه إذا هاي تمت معلقة جوا الجفن بتحملهاش الطفل بده يفرك عينه وبالتالي بده يجرح عينه أكثر مما هي انجرحت وبالتالي إحنا بس بصلوا عنا هنا بنقيمه على الجهاز وبنشوف إذا في هناك جسم غريب أو لا الحدادي كل يوم بنشوف كذا مريض منهم الشرارة هاي هو يلحم بتلزق في السواد وفي منهم بتم يفرك عينه بيجرحها أكثر هلأ الإسعافات الأولية جيد إنه تغسلها لكن فورا يجب أن يصل الطبيب حتى إنه يعطيه العلاج اللازم ويبعد عنه المضاعفات اللي ممكن تحدث من ذلك نعم نعم دكتور خالد نعم الو السلام عليكم تفضل عليكم السلام حتى اللي عنده التهاب بالعين انه الدكتور بحكي له حط شاي صحيح حط ايش شاي نعم شكرا لك لسؤالك ما شاء الله دكتور خالد يعني التهابات العين بكتيرية فيروسية فطريات إلى آخره يعني إحنا كيف نقدر نفرق بيناتهم وشو نقدر نوجه نصائح للوقاية من هذه الأمراض للمواطن تفضل أمراض العين كثيرة زي ما حكيت أنت بكتيريا فيروس جسم غريب كذا هلأ اعتادوا الناس في حالات الالتهابات خاصة اما تكون العين بتقدم بصير حمراء اعتادوا انهم يغسلوا العين بمية شاي او بابونج طبعا هذا بشيء تقليدي قديم يعني ما بقدرش اقول لك يعني بضر يعني لو حتى انا مية شاي يعني راح يضر يعني هو عبارة عن مية مغلية هاي معقمة معقمة جيد لكن مش هي العلاج بالنسبة لمرضه إذا واحد عنده عينه بتكدي وحمراء بجوز يكون فيروس يعني لا يكفي هذا هاي أكيد هاي جيد أكيد. إنه بتغسل عينيك بتنظفهم كويس فهمت علي؟ نعم نعم لكن العلاج هو إنه يشوف الطبيب نعم ويشوف يوصف له العلاج المناسب حتى إنه يعالجه نعم عن إذنك دكتور خالد السلام عليكم تفضل سؤالك هذا مساء الخير مساء الخيرات تفضل عافي. أهلا وسهلا أول شيء بشكر الدكتور على البرنامج الحلو هذا الله يسلمك قوية الحمد لله هذا الدكتور يعني وإيده طويلة طبعا وبقدم الخير لكل الناس شكرا يا أمير شكرا يعني مش وجهني ولا قد ده وكلك الحق حق وكل بسلام الدكتور فعلا بعد تجارب الكثيرة إنه رجل ذو كفاءة عالية وبعدين بقدم الكثير للناس الحمد لله الناس المحتاج كثير بسلام يا سيدي وشكرا لك ولجميع
حياك الله. تفضل. بالنسبة للالتهابات، يعني احنا اللي فهمناه انه مية الشاي هذه جزء من العلاج، يعني اذا مثلا في قطرة جزء. اذا في قطرة اذا في اي شيء ثاني. هلا انا في كثير ناس بقول لهم وفر الشايات والبابونجات، غسل عينك بمي فاترة. هو عبارة عن نفس اللي هاي، هي نفس النتيجة، انك بتغسل عينك عشان تطلع الميكروبات اللي موجودة والوسخ وكوليتك. هلا اذا كانت العين ملتهبة هذا حنيجي لهذا الموضوع هلا لاحق مباشرة. اذا كانت العين ملتهبة طبعا المي لا تكفي لعلاجها، اكيد هي بتنظفها اكيد، فبالتالي الطبيب هو بيوصف له شو العلاج المناسب. هذا صحيح، هذا هو المطلوب من انه اما شو بيستعملوا مية شاي. في ناس بيستعملوا بطاطا، في ناس بحطوا حامض في عينيهم. انا بالنسبة طبيب ارفض هاي الشغلات. اكيد اكيد. ليش؟ أكيد. لانه رب شو بسموها، رب ضارة ضارة مش نافعة. مش نافعة صح. طبعا حط حامض حط اشي يعني، أنا بشوف كلويات احمر. بشوف كتير ناس حاطين حليب بكر، حاطين شو اسمه بطاطا نشا يعني، حاطين سكر عسل. في بعض الامراض ممكن انك تأذي يعني تأذي العين اكثر من هاي الشغلات. هذا بسموه الطب الشعبي، والطب الشعبي مش دائما عندنا يعني ماشي. نعم اكيد، وخطا يعني حالات نفسيه يعني. الحمد لله احنا عندنا اليوم علم وعندنا اطباء واخصائيين في كل بيت في كل حاره، يعني الحمد لله. يعني حضاريا احنا واصلين لمرحله متقدمه. انا بأمن بالطب وبالاشياء الملموسه قدامي. نعم. اما انا الخرافات البعيده اللي انا اخذناها جدا عن اب امرار بقول ماشي الحال، بس طبعا اليوم في طبيب. نعم أكيد. وفي علم. صحيح، العلم قدامنا. نعم نعم. هلا احنا حكينا عن هاي الامراض، بس انا حابب احكي عن المرض الفيروسي المنتشر في المنطقه. تفضل. المرض الفيروسي هو مرض منتشر من 95 عندنا، من يوم ما اجت السلطه وما طلع من المنطقه. طبعا كل سنة، طبعا هو عبارة عن مرض فيروس، والفيروس كل سنة بيجي بتغير معالمه وتركيبته. مناش نقول انه اجى مع السلطة المرض. فهذا المرض هو هسه بحكي لك اجى في زمن السلطة، فناس فكرتوا انه السلطة اللي جابته. طبعا غلط. وفي ناس سموه مرض البلح لانه تزامن وجود فترة البلح. وفي ناس سموه مرض حوسو لانه حوسو اول من اكتشفوا المنطقة وعممته في كل، سواء في الضفة العربية، في اسرائيل، في عمان، انا عممته. لا، مرض حوسو مقبول اكثر. فبالتالي هذا المرض عبارة عن احمرار. طبعا المريض يشعر فيه في البداية احمرار. عن اذنك دكتور معلش، تفضل. السلام عليكم، سؤالك. وعليكم السلام، يعطيكم العافية. لا عافيك، تفضل. بسأل انا عن التهاب في مجرى العين. نعم. هسه الدكتور حكينا انه في شيء، وعلى الفاضي يعني انه الدم بحس وجع، شو في؟ شو؟ مجرى العين. بده يعني شو مجرى العين وشو الامراض اللي ممكن عيد تصير. عيد السؤال مرة ثانية إذا سمحت. عيد السؤال، تفضل. انه في التهاب بمجرى العين، وكان الدكتور حطه شاي ويعني على الفاضي، في الوجع نفس ما هو. طلعي. لمين؟ للطفل ولا واحد كبير؟ عمره 14 ونص. مجرى العين في عنا اشي اسمه مجرى الدمع، هذول الدمع اللي بيفرزه الانسان بتصرف عن طريق المجاري هاي هون في ماكل العين للفم. الانسان اللي عنده مجرى طبيعي ساغ، فمعنى فيش عنده دمع استثنائي. نعم. الا دمع اثناء الفرح والزعل بتلاقيه بدمع، هو هذا ظاهرة طبيعية. اما واحد بدمع كثير دائما بشكل متواصل وعنده التهابات في مجرى دمع، طبعا بده يشوف طبيب العينين. لما يجي عنا على العياده بنشوف شو السبب عنده. فاذا عنده شو الاسباب يعني عاده اذا بتشوف. عنده تسديد. نعم. بنحاول نفتح له اياه ونشوف امرار بزبط. العياده بتفتح بالعياده. نعم. بزبط. وفي امرار اذا كان عنده تسديد في مجرى دمع فهذا لا يمكن الا عمليه جراحيه. هم كلهم دلكوها وعملوا لها تمارين وشيء. هلا احنا في اطفال الطفل هو بولد، في كثير اطفال بولدوا وبيكون عندهم مجرى دمع مسكر، فبتلاحظ انه امهم بتجيب له قطره من الصيدليه او منه بوصفوا لها، وبالتالي تعطي له اياه
متناسي انه هذا الطفل عنده تسديد رباني. يعني دكتور يعني كيف بدي اعرف انه في هناك مجرى مجرى الدمع مسكر؟ شو الاشارات والعلامات؟ هلا انت وابني وابنك ما بدمعوا صحيح، وانت ما بتدمع صحيح. هلا اذا صار الواحد يدمع بكثره وباستمرار معنى ذلك في هناك عنده مشكله اكيد، ومين بده يفحص هاي المشكله؟ طبيب العينين صحيح. فالطبيب لما يجي طبيب المريض عندنا ونفحصه نعرف انه شو السبب، هل عنده تسديد ام راب يكون شعره مسكر المجرى. اها، ممكن شعره صغير يسكر المجرى وبالتالي يضطر يدمع وتكدي عينه. امران بيولد الطفل وعنده تسديد رباني. هذا هذول الاطفال اللي بيولدوا امهم بتجيبهم كذا، طبعا باخذ علاج. هسا احنا ما نعطيه العلاج على امل انه العلاج يسيطر على ويفتح المجرى معه مع فض خلال مده طويله شويه مع شو اسمه التمارين اللي الطبيب بيحكيها لا يعني تدليك للمجرى. هلا امران لا يفيد، اما القطره اللي بنعطيها احنا عشان نمنع الالتهابات المتكرره، لانه اذا ما اخذش القطره ها يعني قطره وقايه مش علاج، يعني امرار علاج وامرار وقايه. هلا اذا احنا القطره بنقول انه عنده تسديد نعم. القطره عشان ما يصيرش عنده التهابات متكرره صحيح. هلا لسن معين بعد 5 أشهر ونص تقريبا انا بعملها هاي العمليه في العياده، مش في العياده يعني باخذه على المركز عندنا. بعد ما يصير عمره بين 5.5 و6 حجمه يعني يقبل اني انا افتح له اياه نعم. بحل له ازمته الحمد لله. هلا اللي عنده تسديد كامل يعني اللحم مسكر المجرى، طبعا فتح المجرى بشكل عادي امره لا يفيد الا نعم. عمليه جراحيه صحيح، وهذه بتحل ازمته. اما والتهابات زي ما حكيت الاخت التهابات متكرره عند الهاي لازم يشوفه طبيب ويشوف له شو في عنده، هل في عنده تسديد، هل في عنده دمل جوا المجرى او لا، وهذا ببين عنا نعم نعم نعم، وهذا علاجه سهل. هلا بالنسبه نكمل الفيروس نعم تفضل. الفيروس هو عباره عن ميزته احمرار في العين، شعور بجسم غريب جوا العين بده يتم يفرك عينيه، وبعد فتره ما بتشوف العينين صارت تدمع وانقلبت حمرة كثير مع قدا. طبعا هذا المرض منتشر صار له فترة عنا، ويعني مع كل أسف انه هذا اللي هو مرض حوسو هذا بغض النظر حكينا للناس كثير بالإذاعة وبالتلفزيون وبالجرايد وبالمحاضرات انه هذا المرض فيروس اسمه أدينو فيروس، وهذا الأدينو فيروس رقمه 18 في الطب، مزعج مؤلم بعرفش ينام المريض منه، باخذ وقت امرار من اسبوع لثلاث اسابيع. خطوره هذا المرض انه ما يصيبش القرنيه، في منه بيصيب القرنيه وبترك عليها ضبابه، وهي الضبابه مش ايزي مش سهله انها تروح بيوم وليله. طبعا المريض معه حق بده يطيب بسرعه، لكن احنا كاطباء بنعرف انه هذا المرض زي الانفلونزا او شيء، هذا فيروس بده وقت عبين ما يطيب. لازم يعرف المريض انه هيك هذا بقعد امرار اسبوع، حسب اسمه مرض المناعة، ممكن يقعد اسبوع ممكن يقعد اسبوعين ممكن يقعد ثلاث اسابيع. اهم حاجة انه يتموا مع الطبيب عشان ما يصيرش عنده مضاعفات على القرنية اللي هي ضبابة، وهذه الضبابة امرار بتتأصل قديمة، هاي بتكون زي الإديمة هي ضبابة على القرنية نعم. بتغبش زي كيف السيارة التهاب أول ما تمطر الدنيا، كيف بيكون زي الباتشز نقاط عليها صحيح. زي هيك هيك بيصير فهذا المرض فهذا المرض مش خطير لكن مزعج، وبده صبر لأنه بيطبش بيوم وليلة نعم. والمريض دائما بده يتنقل من طبيب لآخر على أساس أنه بفكر أنه بطيب زي الانفلونزا، إلها مدة معينة أسبوع بطيب. هذا المرض بنقول له أنه بحاجة أنت 10 أيام بجوز أسبوعين بجوز أكثر بجوز أقل. علاجه سهل جدا عن طريق وصفة طبية من قبل الطبيب، وبعد فترة برجع إن شاء الله
بشكل جيد، مش خطير يعني، فيش مضاعفات كثيره، انما بده شويه شغل، بده شويه عنايه ورعايه. بعدين بدي احكي لهم شيء ثاني، انه هذا المرض معدي جدا، صحيح، من شخص لشخص. ولذلك انا المعظم اللي بيجوا عندي بيشتغلوا بشركات او بمدارس او في مستشفيات اطباء لازم يكون بالبيت، بعطيه إجازة انه يبعد، لانه صح. احنا بكفينا وعد، بكفيناش انه يعدي الناس كلها. نعم صح. دكتور خالد معلش يعني نسالك، هلا بالنسبه للمسنين، المسنين عادة بيكون في هناك تغيرات، في هناك خلل في الجفون، في الرموش، يعني هذه بسبب السن، ترهل إلى آخره. يعني شو بتنصح المسنين اللي بصير في عندهم ورم أو ترهل في الجفون؟ شوف هاي ظاهرة ربانية، الحمد لله، بني آدم زي الشجرة أكيد إلها عمر معين بتهرم، وبني آدم في ناس بتموا نضارتهم حيوية على مدى سنين، وفي ناس بتهرم قبل اوانهم. انا عندي ترهل، مش ترهل يعني ظاهرة الكبر هاي بسموها. نعم مسنين، نعم مسنين، ظاهرة الكبر. برضو احيانا بشوفه عند بعض الناس اللي مش مسنين، برضو اجهاد يعني بيكون في العين هذا. طبعا في ناس عندهم مرض في القلب، في ناس عندهم مرض سكري، في ناس ضغط، في عندهم ناس روماتيزم، كل هاي عوامل مجتمعة بتأدي لها ربني آدم. سبحان الله. والإنسان يعني هو بده يتم طول حياته شاب. لا طبعا سبحان الله. زي الشجرة. تطول الشجرة وما بشوفها إلا سقطت. الخلايا. هرم. الخلايا طبعا من ناحية فسيولوجية ومن ناحية طبعا متغيرات. بس طبعا تغيرات في حالات ممكن علاج، واحد صار عنده ترهل أكثر من لازم من قصه. ترجع عملية تجميلية، عمليات تجميل كوزموتيك هاي بنسميها. ايوه بنظبط له عينيه، وخاصه الستات اكثر الناس يعني بحبوا التجميل. يعني في مجال لاي شخص بيعاني وشايف انه ترهل كبير بيعمل له خلل بالدرجة. اليوم في عنا ابره البوتوكس. البوتوكس برضه البوتوكس اللي خاص الستات اكثر من الرجال اللي عندها ترهل او كذا في مناطق معينه، وهذا الابره بتخفف منها، بنحطها وبترجع ايش ما شاء الله. ما شاء الله. بس طبعا هاي بدها تكون عن طريق واحد محترف اكيد، لانه مضاعفاتها أسوأ اذا لا سمح الله صارت. عن اذنك دكتور خالد، السلام عليكم، سؤالك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه يا رب. الله يعافيك. كيف حالكم؟ اهلا وسهلا دكتور. في مجال بس بدي اسال سؤال، انا كثير بحس انه في نبض هيك بيصير بعيني، هيك نبض ما بعرف كيف، فجاه واحدة ما بشوفها هي بتنبض، فايش ممكن انه اعمل حتى يعني اعالج هذا الموضوع؟ هذا اللي بتحكي عنه اسمه تيك في الانجليزي، تيك حركات لا اراديه. تيك حركات لا اراديه بتحصل هسه، قله نوم، توتر، عصبية أكثر من اللزوم، فبالتالي إحنا نفحص المريض ومنشوف أمره، منطمنه ونقوله مش مشكلة، روح نام منيح، ما تتوترش، ما تعصبش، ونعطيه بعض الفيتامينات حماية للعصب. هلا في ناس عابر بيكون عندهم، وفي ناس بيكون متواصل. المتواصل معناته في عنده مشكلة في الأعصاب، طبعا من حوله للدكتور طالب، للطبيب الاعصاب، بحيث انه اذا في هناك حاله عصبيه او مرض. اما بشكل عام التك هاي يعني زي ما قلت لك حاله انفراديه، يعني هذه ما لها مضاعفات، مش مضاعفات، ما بتخوف، يعني هي شغله شخصيه بحت، يعني مزعجه. ليش بتلعب دور كبير الناحيه النفسيه، الناحيه العصبيه؟ هاي رفت عين. نعم رفت ساحب عينه بترقص. كله بركص. بضل هيك ترمز زي اللي بركص. صحيح. فهمت علي؟ فبالتالي احيانا كله فورجت علاج، وامرار انسى المشاكل. يعني نطمن المريضه، نطمن المواطنين انه ما عندنا شيء. اذا كان حاله عصبيه بنعالجه كاعصاب. نعم. اوكي دكتور خالد، يعني انت بتعرف الان الكمبيوتر داخل في كل بيت، وما في حد بيستغني عن الكمبيوتر، يعني شو النصائح والارشادات؟ شو كيف القعده؟ كيف ضوء الشاشه؟ يعني بالنسبه للعين كيف بدنا نريح العين؟ نلبس نظاره ما نلبسش؟ تفضل دكتور خالد. طيب تعرف سؤال هذا وجيه جدا. نعم. وصار عليه بحث كبير، وفعلا يعني عامل مشكله في الدار للام للاب
أولادهم 24 ساعة قاعدين على التلفزيون ومقربين عليه. والكمبيوتر والجوال. والكمبيوتر والجوال. طبعا هاي الظاهرة صارت جديدة. موبايل. فبالتالي مش غلط إنك تقعد تشاهد التلفاز. لكن يجب أن يكون هناك مسافة معينة. ها. مش قديش قريب. يعني قديش. يعني مش أقل من 5 أمتار. عن التلفزيون. عن التلفزيون. الكمبيوتر. يعني 2 الإضاءة يجب أنها تكون جيدة. خاصة نعم. الإضاءة اللي بتكون من فوق أفضل من اللي جاي بوشك. اللي بوش بدها تعمل انعكاس. نعم. وزغللة. نعم. كنا الإضاءة الجيدة انهاي بالمهام. بعدين تقربش على الشاشة لأنه الشاشة بتطلع أشعة فوق بنفسجية. كمان. الأشعة الفوق بنفسجية مضرة للعين. حتى الموبايل. وحتى الموبايل شو بتعمل؟ بتعمل جفاف في العين. وأما تصير جفاف في العين معناته المريض بده يضله طول النهار يحك عينيه ويفركهم. هلا هو بفكر إنه هاي ظاهرة حساسية. طبعا حنيجي هسه للجفاف. نعم. طبعا هاي من اسباب الجفاف اللي هو الاشعه فوق بنفسجيه اللي هي بتنطلق من الشمس ومن الحامل هذول الحامل تاع الاكسجين او شاشات التلفاز. فانا بقول دائما نصائح لكل هاي الناس اللي بتقعد على التلفاز او حاطه البليفون قدام عيونها انها تبعده التلفاز وتبعد مده يعني بين فتره والثانيه تستريح عشان تريح عينيها. لا. لانه العين تفرز دمع كل 5 ثواني. فاذا انت استعملت هاي الاشعه قللت الدموع اللي عندك معناته حتعمل لك مشاكل اللي هي تقرحات نوع من الحساسيه جفاف وبالتالي هاي مشكله. لذلك انصح الامهات انه الاطفال والكل اللي بيشاهدوا التلفزيون انهم يكونوا بعاد عن التلفزيون اولا 2 ما يقربوش 3 بين فترة والتانية يعملوا ريلاكس حتى انه يريحوا عينيهم. نعم. بعدين لانه هاي برضو الاضاءة القوية او الاضاءة اللي ناتجة عن التلفاز بتعمل ارهاق احمرار تعب بالاضافة الى القعدة الغير مريحة وانت قاعد ركبتك اجريك كذا فهمت علي. فكل هاي يعني امور هي انت مسببها لنفسك والأفراد عيدتها. شو أضرار الدخان على العينين دكتور خالد؟ احنا بنعرف أضرار الدخان على كل الجسم لكن بالنسبة لي بشوف المدخن عادة عينيه بتلاقي الحمر بتلاقي عينيه فيه ترهل في هناك يعني تأثير مباشر خاصة اللي بدخن باكيت وباكيتين وعايش في غرفة كلها دخان إلى آخره. يعني كيف العين بتكون؟ بنجاوب على السؤال معلش بعد ما نشوف التليفون. السلام عليكم سؤالك تفضل. الله عافيك تفضل. بارك الله فيك دكتور مأمون دكتور خالد على البرنامج الجيد والممتع بالنسبة للمشاهدين. حياك الله. بدي أسأل الدكتور خالد على أوبر الأفستين اللي بياخذوها مرضى السكري. هل في لها تأثير عكسي أو كثرتها مثلا؟ وشكرا له. تفضل دكتور. طبعا الإبرة الأفستين اللي بنعطيها لمرضى السكري هاي ضرورية جدا ويجب أن يتم وصفها عن طريق طبيب العيون. مرضى السكري شو بتعمل شو مفعولها دكتور؟ هذه الإبرة المادة اللي فيها طبعا أول شيء لازم نعرف إنه مريض السكري بصيب الأوعية الدموية. صحيح. اللي في الشبكية بالضبط. وشو بيصير فيها هاي الأوعية الدموية بتصير تنمو شعيرات هاي الشعيرات هشة قابلة للانفجار بدناش اياها زي تمددات. نعم. طبعا نتيجة مرض السكري هذول عندهم مرض السكري مش منتبهين وزمان صلهم. فالإبرة هاي مفعولها انه بتدمر الأوعية الدموية في حالة نشوءها. هاي الأوعية الدموية الصغيرة اللي قابلة للهش والانفجار في لحظة من اللحظات يعني بنخفف من مضاعفات انفجار والنزيف اللي ممكن يصير في الشبكية تمنعهم نهائيا. حلو. هلا في ناس في عندهم أوعية دموية كبيرة شوية ها الإبرة الأفستين
هات لنا كاس طين سمعت لا تعمل بشكل 100%. صحيح. فبالتالي بنعطي ابره الافاستين نعم واضافه بنعطيهم ليزر. نعم ليزر. اذا معناته كلها هذه امور وقائيه امور علاجيه لمريض السكري بالذات على اساس انه لما بيوصل لمضاعفات معينه وقائي وعلاجي. وعلاجي نعم. يعني وقائي انك تمنع الاوعيه الدمويه الجديده انها تنمو وتظهر على سطح الشبكيه وتنفجر في لحظه من لحظات تعمل لك نزيف. الليزر ضروري جدا برضه بيعمل نفس العمل بسكر الاوعيه الدمويه. نعم. عباره عن زي ماكينه الحام. شو الليزر بالضبط؟ عباره عن ماكينه الحام بنسكر الوعاء الدموي اللي احنا بنشوفه بنزف. نعم نعم. هلا قديش خطره الافاستين لحد الان؟ يجب انه احنا بنعطيها تقريبا كل شهر ها، الا اذا حالات العين منيحه لمريض السكري مش بحاجه له ما بنعطيها. في هناك اطباء بحبوا يعطوها دائما ماديين ها جهل فيها. لا لا هذا ما لا انا صريح جدا. لا 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 هذا انا ضد. هذا بيجوا عند مرضى بقولوا تاخذش. نعم. او تعمل واحد وجهه نظر. واحد وجهه نظر دكتور انه انا في النهايه. نعم. بدي اعالج مريض دكتور. معلش اذا سمحت خلينا نشوف تليفون. السلام عليكم، سؤالك تفضل. السلام. والله بالنسبه انا مريض السكري بدي اسال، مرات بصير عندي في عيوني زي بحس كانه شرط كهرباء ونبضه قويه كثير كثير. اها شورت كهرباء. بيكون علامات على الشبكيه. دكتور خالد هون في عندنا مريض السكري وبتحس انه احيانا زي شورت كهرباء بيصير في العين. يعني هذول المرضى السكري من مضاعفات السكري اللي هي على الشبكية بالدرجة الأولى. وهذول طبعا لازم نحماهم ما نوصلهم. مش يعني احنا عنا علم وعنا أطباء وعنا أخصائيين ما لازم يوصلوا لمرحلة متقدمة في هذا الموضوع. طيب معلش خلينا نجاوب بس معلش بعدين خلينا نشوف أنا سؤال. تفضل لحظة شوي دكتور خالد عن إذنك معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال ثاني دكتور خالد تفضل. نعم. لو سمحت بدي اسال الدكتور. نعم. عيني بتضلها تدمع. نعم. بس مش كل الاوقات يعني. اكثر شيء لما ما اطلع برا او يعني اطلع على هواء على هيك شيء بس. نعم طيب شكرا لك تفضل. بحس ثقيله برضه. نعم سلامتك سلامتك. نعم. هلا بالنسبه للاخت اللي حكت عن عن السكري. عن الشورت الكهرباء هذا بالنسبه للسكري تفضل. طبعا مريض السكري اليوم يعني احنا بالاتفاق مع الصحه يعني بتعمل شيء مجهود منيح انه كل مريض سكري بفحصوه. بنفحصه وبالتالي اعطيه اعطيه من جوارك. ما هو هاي المشكله. مرضى كثير بتلفنوا لك دكتور. يعني معلش تفضل تفضل الجوال. ايوه اوكي. فيش حدا في العياده ولذلك انت يعني هون. تفضل. المشكله انه مريض السكري يجب طبعا اللي قلت لك اتفاق مع الصحه. الصحه مشكوره بتكون خالد. بتكون قاعده بفحص مريض السكري تبعت لنا اياه بنعطيهم تقرير طبي عن وجود انه في عنده سكر او بحاجه. نعم. شو التقرير بنكتب لهم اياه. هلا هذا المريض اللي حكت لازم يكون عندها السكر مضبوط. بشوف السكر قديش نسبته في الدم وبشوفه تراكمي. فاذا كان عنده تراكمي عالي جدا معناته السكر متأصل جوا عنده. فبالتالي احنا بنقول لهم انه عنده ديابيتيك ريتينوباتي يعني مرض مصاب بشبكيه العين. هلا حسب اصابه السكري في ناس عندهم سكري عالي وعندهم مشاكل في العين كثيره وهي السبب الثاني في عمل الانسان السكري. صحيح. فبالتالي هاي المريضه امرار بتشعر زي ومضات. هاي نتيجه ايش؟ انه يكون السكر عندها مرتفع. راح نوجه تحيه للدكتور محمد الكاروت الحقيقه له باع طويل الحقيقه في علاج امراض السكري. والصحيح يعني دكتور محمد الكاروت ربنا يديم الصحه والعافيه عليه باذنه تعالى. طيب دكتور خالد يعني هاي نعم. بسموها ومضات نتيجه بيكون السكر عندها مرتفع او بيكون عندها نزيف داخل العين. فبالتالي بدها تيجي وتنفحص عند طبيب العيون حتى انه يطمنها انه السكري وين واصل. نعم. وشو الطرق اللي لازم تتبعها المريضه. نعم. نعم. مش بس انها تاخذ انسولين او حبوب. نعم. ما في عندنا حبوب انسولين هذول لضبط
نسبة السكر في الدم. هلا مضاعفات السكري مش بس على العينين، في السكري على القلب وعلى الكلى على العينين ها. أكيد أكيد. لكن على العينين بيؤدي للعمى. نعم. كثير ناس معميين نتيجة إنه السكري. نعم. السكري عندهم عالي. بالنسبة للسؤال الدمي هذا اللي بتدمع. السكر عندهم عالي. مريض غير منضبط. نعم. طب بدهش علاج ما بزورش طبيب. نعم. شو بدك هذا تلاقي عنده؟ نعم. مشاكل. نعم. وهي المشاكل احنا يعني مناش ننهيها في العين، انما منخفف عنه الى حد معقول على اساس انه تمه يشوف مش ينعمه. واللي بتدمع هاي باستمرار، هاي البنت اللي كانت عنها بتدمع عينها امرار وبصير هاي تعرف نوع من انواع الحساسية، جزء فات غبرة في عينيها وصارت تفرك عينها، بتصير العين حمراء مخبوطة وهي بتكون عندها قابلية للحساسية. نعم. وبالنسبة للدخان وتأثيره على العين دكتور؟ الدخان برضو شو تأثيره على العين؟ بيعمل طبعا بالإضافة لكل المشاكل الصداع والستريس والهاي طبعا بيعمل احمرار. نعم. واحمرار طبعا أما يصير احمرار في العين هي. نعم. عبارة عن الأوعية الدموية اللي موجودة في العين الضخمة تحتقنت. نعم. فبالتالي بصير تعمل كذا جسم غريب جوا العين، فبضطر المريض انه يفرك عينيه. صحيح. هلا انا بنصح لهي الاخت اللي حكت اذا كان دائما بتدمع تغسل بمي بارده. ها على اساس بتريح. اثنين اذا استمرت المشكله معها طبيب العيون، اقرب طبيب عيون لها تروح عنده وتشرح له. نعم. فاذا في حساسيه حيعطيها قطره الحساسيه. نعم. كويس. الحقيقه احنا استمتعنا جدا بهذا الكلام وبهذه التحليلات والتفسيرات من دكتور خالد حوسو اخصائي امراض وجراحه العيون. وصحيح احنا نستذكر مره ثانيه الحادث الفاجع بالنسبه للمعتمرين، وصحيح بنوجه الحقيقه للمسؤولين انهم يراجعوا شركات العمره شركات الحج. احنا بدنا حافلات يكونوا فيها امان وسلامه اكثر، وبدنا اكثر من سائق يكون في الحافله، لانه الحوادث عم تتكرر كثير، وسائق واحد يسوق فيه المعتمرين من الاردن لمكه ما بكفي، وحافله واحده المفروض انه تكون برضه بالسلامه وفيها صيانه. الحقيقه انه الفاجعه اللي صارت احنا نستذكرها ونترحم عليهم، وبنتقدم لك دكتور خالد حوسو بالشكر الجزير لهالمعلومات القيمه والطيبه اللي انت يعني زودتنا فيها. كلمتين الى اللي انت يعني موضوع محاضره العين هاي. تفضل. يعني هي اشياء بسيطه يعني بيستفيد منها الكثير من الناس. نعم. لكن احنا دائما بنعمل محاضرات للاطباء. نعم. في مؤسسات بمواضيع معينه خاصه. نعم. السكري. نعم. المحاضرات المهنيه للزملاء مختلف عن الوضع اللي احنا فيه حاليا. نعم. نوصل كل المعلومات. صحيح. لانه الوقت ضيق. صحيح صحيح. والمواضيع كثير امراض العيون، وبالتالي نامل انه. نعم. في حلقات قادمه. نعم. انه نركز على اشياء مهمه بتهم الجمهور. نعم. احنا المحاضرات المهنيه دكتور في الجامعات وفي بين الزملاء، هذه التعليم المستمر اللي احنا بنكون فيه انا وانت وجميع الزملاء بيلقي بدوره، بنثقف بعض بننهض بعض، هذا مسؤوليه الجميع. في ملاحظه مهمه. تفضل. واللي هم طلاب المدارس الصغار اللي ببعثوهم يعملوا نظارات. نعم. انا بنصح المعلمين المدارس واولياء الطلبه انهم هذول يتوجهوا لاطباء العيون وليس للنظارات، لانه احنا شفنا حالات كثيره. نعم. مش بحاجه انه يلبس نظاره. اها. وانه ثانيا انه احنا لما نكون بفحص المريض ما بنركز بس على انه بده نظاره، احنا بنشوف العين الصحه بشكل عام. بشكل عام. نعم هذا صحيح. اذا في عنده مشاكل كذا او هذا وبالتالي بنوجهه، اذا بده نظاره بنقول له روح عند النظارات وفصلها، هي هي القياس. وانت عندك استعداد تستقبل اطباء طلاب المدارس مجانا وفي مجال طبعا للمساعده. شفت حالات كثير من طلاب مدارس. نعم. مش بحاجة لنظارة طبية على الإطلاق. ظلموا في وصف نظارة طبية. نعم نعم نعم. ولذلك بنتوجه للصحة المدرسية. إنها توجه طلاب المدارس إلى العنوان الصحيح. إلى الأخصائي إلى الطبيب حتى يحصل على تشخيص وعلى تقييم علاجي وتشخيصي ويأخذ المعلومة الصح. واحنا بنشكرك مره ثانيه دكتور خالد، بارك الله فيك وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.